بنحلم لبكرة. رجعنا معاكم مرة تانية في السهرة الجميلة دي، فنية ثقافية، وسمعنا مجموعة من الأشعار الجميلة. ضيوفنا دلوقتي هم الحقيقة في المجال الغنائي من زمان جدا، بس النهاردة احنا بنستضيفهم علشان يعني نسمعهم بشكل جديد، رؤيتهم المختلفة للأحداث. يعني معنا الأستاذ عوض بدوي، هو يعني بقاله في المجال الفني والشعر الغنائي يعني ربع، أكتر من ربع قرن تقريبا، وكتبت المجموعة كبيرة جدا من الفنانين علي الحجار ووردة ونانسي. اهلا بحضرتك. أهلاً معانا النهاردة، ومعانا الملحن عزيز الشفعي. بقالك 13 سنة يا أستاذ عزيز، صح؟ تقريبا. طيب يعني كبار في المقام، بس يعني شباب في السن. ربنا يخليك. اهلا بيكم. اهلا بحضرتك. ونبتدي منين الحكايه؟ منين الحكايه؟ نبتدي قبل الثوره ولا بعد الثوره؟ والله عايزين ننسى اللي قبل الثوره، لانه كان قاتم وكان مؤذي ومحزن ومؤسف، والحقيقه زعلنا كلنا. يعني عشنا سنين كتير، وزي ما احنا شايفين دلوقتي النظام كله في طره، يعني في اتهامات لناس كتير، ومش عايزين نكتر بقى، انتوا كل الناس عارف اللي حصل. فاحنا الحمد لله الثوره دي كانت حاجه عظيمه وجميله ومجيده، حركت فينا مشاعر كتير حلوه، وان شاء الله القادم اجمل بكتير جدا جدا. حضرتك شايف كده؟ اكيد. طب واللي بيحصل دلوقتي؟ اللي بيحصل دلوقتي فتره النقاهه بعد خروج مصر من عمليه ضخمه، لانه مصر مرت بظرف تاريخي مش عادي وضخم للغاية، انه تشيل رئيس وتشيل توقع نظام وثورة يقوم بها الشعب المصري اللي خملان بقاله 30 سنة، فشيء ضخم وحدث جلل لازم بعده يحصل اللي بيحصل. يعني لازم يبقى فيه سايد افكت، واللي حصل لنا على فكرة شيء عظيم، لاننا النهاردة انا شايف احنا دخلنا في 3 شهور مفيش بوليس، مفيش شرطة، والشعب عايش وجميل، يعني ما حصلتش مصايب ضخمه. لا احنا بس في، بس استنى بس يا استاذ عوض، لا في طبعا حاجات طبعا بتحصل، وفي مشاكل طبعا، في بلطجه في المستشفيات، وفي اوكي امبارح في المطريه، لكن انا عايز اقول لحضرتك ده حجمه ما كان بيحصل والبوليس موجود، حاجات من دي يعني يعني حجمه قد ايه في دوله تعدادها 85 مليون نسمه؟ يعني ده كويس جدا، ده احنا بخير، مصر بخير وناسها بخير، فهماني؟ يا رب. يعني اللي حاصل دي اشياء يعني اضغاثه حوادث، ما هياش حوادث ضخمه الحمد لله، فاحنا بخير. يعني استشعر من الكلام ده ان حضرتك دلوقتي متفائل. احنا كان معانا مجموعه من الشعراء لسه كانوا معانا حالا دلوقتي، الشباب كانوا حاسين برضو ان يعني الفتره دي لسه في نوع من الانين، ويعني في قصه بتاعتك ما ده الفرق بين الشباب والشيوخ، يعني احساسه التفاؤل عند الشيوخ اكتر. لا انا راجل يعني بيني وبينهم في 20 30 سنه عمر، فانا شايف الدنيا برؤيه مختلفه ومنظور مختلف. الحقيقه احنا بخير، والله مصر بخير، واللي حصل ان احنا نقعد، انا ساكن في الهرم، بنزل بروح وباجي ما بلاقيش شرطي، ما بلاقيش لا ضابط ولا عسكري، والناس ماشيه والدنيا زي الفل، ما حصلش حاجه. في تجاوزات كانت بتحصل في حدود في وجود الشرطه ايضا، تجاوزات موجوده في اي حته، في امريكا، في المانيا، في اوروبا، لكن مصر تعيش الشهور دي بالحاله دي، ده شيء عظيم. احنا ناس محترمين وكويسين وبخير، المهم ان ربنا انقذنا من هذا النظام اللي كنا فيه الحمد لله. هو انا عايز اقول بس ان مجموعه الشعراء اللي كانوا معانا هم صحيح شباب، ولكنهم مخضرمين، يعني معنى كلمه شباب لانها ممكن تتفهم غلط. لا العفو. بس عايز اضيف، انا اسف يا استاذ عزيز لان معايا راجل عظيم وعبقري، عايز اضيف ان هم فعلا كويس شطار قوي، وانا استمتعت بيهم على فكره، قعدت اسمع فعلا شعراء هايلين ومستقبلهم رائع، وشعره بجد ردود الفعل على موقع البرنامج جايه كتيره جدا علشانهم بصراحه، شطار وهتيجي بقى دلوقتي بعد ما نسمعكم. ان شاء الله هتكتر كمان. استاذ عزيز، يعني ازاي شفت الاحداث الحاليه؟ شفتها زي كل المصريين، فرحان بالحريه والمستقبل اللي احنا بنبدا نشوف ملامحه. احنا موجودين في تلفزيون بلدنا، ما حدش قال لنا مثلا هتقولوا كذا وما تقولوش كذا مثلا. انا الناس الشعراء العظام اللي كانوا قاعدين قالوا حاجات فيها هجوم جامد قوي على حتى على الشرطه، قالوها بكل حريه واتقالت على الهواء والعالم كله شافها، ما اعتقدش ان دي حاجه كانت تنفع تتعمل قبل كده. فلو هو ده بس المكسب اللي حصل بعد الثوره فده حاجه
عظيمه. لكن انا بختلف مع استاذ عوض، الشرطه يا جماعه دي اهم حاجه في العالم طبعا، وجود الشرطه اساسي. انا ما قلتش اللي بيحصل دلوقتي. لا هو استاذ عوض كان يقصد انه يعني انه برضو الشعب المصري كان في لجان شعبيه وكان في ناس خايفه على بيوتها والشباب ساهر يحمي. انا عايز اقول لحضرتك كل الشارع اللي هو عايش فيه، مش كده ولا ايه استاذ عوض؟ قصدك لو قصده على الايام دي حتى دلوقتي. الحريه عايزه شرطه ونظام، الحريه محتاجه تكون ليها ضوابط. اللي حصل مثلا في ماتش الزمالك والافريقي، اكيد لو كان في تواجد اكتر من كده ما كانش هيحصل. انا حتى بناشد برضو، يمكن يعني دي فرصه ان انا موجود، الناس المقبوض عليها، الشباب بتوع الجامعه اللي اتقبض عليهم في الماتش ده، دول مشجعين كوره في الاول وفي الاخر. هم غلطانين طبعا، لكن كان في شويه قصور من الناحيه الثانيه خلاهم يعملوا ده. فما ينفعش طلبه الجامعه يبقوا في السجون مع مثلا ناس مجرمين او كذا، لازم يبقى في طريقه ثانيه لعقابهم او طريقه ثانيه، لان دول شباب جامعيين واغلبهم ملوش علاقه بالموضوع، بس يعني اتحط في الموقف ده. فانا بناشد يعني ان اي حد بيسمعني ان هم غلطوا، بس يا ريت نتعامل معاهم يعني برفق شويه. انت بدايتك كانت مع المطرب رامي جمال صح؟ في اغنيه طبعا اللي سمعناها كلنا في يعني وقت الثوره، والاغنيه يمكن اللي اثرت، مفيش حد مننا اللي اتفرج على الاغنيه دي، اللي كانت دايما بتتلعب وصور الشهداء بتطلع قدامنا. انت قصدك بدايتي بعد الثوره؟ بعد الثوره بتكلم على بعد الثوره طبعا. انا معلش يعني حتى المقدمه خلاص قلناها في الاول، لكن نتكلم على الحاجه اللي علمت مع ناس كتير. بحب كابلاتي، بحب كابلاتي، بحب كابلاتي. الله الله، هتسمعنا حاجه؟ اكيد هتسمعنا، هقولها طبعا. هو الغنوه الحمد لله كان فيها توفيق كبير، وهي كانت رد فعل، انا بعتبرها رد فعل. يمكن احنا انا عملتها في ساعتين، يعني ما عادش فيها فتره طويله، لان انا كنت متاثر باللي انا بشوفه. وخدنا المقدمه بتاعت الموسيقار بليغ حمدي اللي هي بحبك يا بلادي، المشهد بتاع اللي هي في مدرسه بحر البقر، خدنا جمله بحبك يا بلادي، وعملت انا ثلاث مقاطع او ثلاث كوبليهات، اللي هي من اول قولوا لامي ما تزعليش، وفي جسمي نار، وطايرين ملايكه. ثلاث مقاطع دول تخيلت ان الشهيد هو بيموت في اخر لحظاته بيفكر في ايه، يعني ايه اللي ممكن يفكر فيه هو بيموت. فحسيت ان هو اول حاجه هيفكر في امه اللي قالت له ما تنزلش، وبعد كده هيفكر في نفسه، في الالام اللي في جسمه اللي بيحس بيها، وبعد كده هيبدا هتروحه، وهتبدا الملائكه هيبداوا يبقوا حواليه، دخلوا الى بريئة. واخر لحظه بيقول قالوا لي يلا على الجنه، قلت لهم الجنه بلادي، لان هو حاسس ان بلده دي احلى حاجه في الدنيا. ولو هو مش حاسس كده ما كانش طلع مات، عشان خاطر عشان خاطر احنا نقعد هنا واحنا مبسوطين. فيعني هي كانت غنوه كانت فيها توفيق من عند ربنا كبير قوي، ووصلت للناس، وكان طبعا غنيتها انا ورامي. امتى بقى بالظبط؟ قبل الجمعه، قبل التنحي باربع ايام تقريبا. ما تغني لنا حاجه ولا ايه؟ اغني حته منها وكده، مش عارف كده كويس ولا. انا بحيي عزيز الشافع على الغنوه العبقريه دي بجد، الله يخليك، كلنا بنحييك، اللي هي اسعدتنا وعبرت عن الحاله بصدق. قولوا لي امي ما تزعليش، وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لي امي ما تزعليش، وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لها معلش يا امي، اموت اموت وبلدنا تعيش، امانة تبوسوا لي ايديها وتسلموا لي على بلادي، يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي في جسمي نار ورصاص وحديد، علمك في ايدي واسمي شهيد، في جسمي نار ورصاص وحديد، علمك في ايدي واسمي شهيد، بودع الدنيا وشايفك يا مصر حلوة ولبسة جديد، لاخر نفس فيا بنادي، بموت وانا بحب بلادي، يا بلادي يا بلادي
أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي، أنا بحبك يا بلادي. الله الله الله، بس صوتي أغنية جميلة. نسمع بقى الشعر عشان ما نطلعش من المود اللي احنا فيه ده. طب بس انا عملت قصيده طبعا، ما عملتش اغاني، وعايز اقول بس انه زي ما زيزو انفعل وعمل الغنوه دي في ساعتين ثلاثه، قال انا عملت القصيده في ثلاث شهور. يعني ده كان وضع مختلف. انفعال كان انفعال خد وقت شويه، لانه عايز اقول انه الغنوه اللي انا عشت طول عمري بكتبها هي لقطه، هي مشهد. يعني ممكن ابسط الامور اكتب عنها غنوه. يعني لو واحده بصت لي بصة ما عجبتنيش، حبيبتي مثلا، فممكن اكتب غنوة بتتكلم عن الموقف ده، شوت لقطة. لكن الاحداث اللي حصلت والثورة المصرية كان جوايا مشاعر كتير جدا. عايز اتكلم عن النظام، وعايز اتكلم عن الشهيد، وعايز اتكلم عن وضع مصر قبل الثورة، وعايز اتكلم عن المستقبل شكل